بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء. رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه، يعني أنت مؤمن اللي هو في سبيل الغزو، ما هيش ما حكاية الدنيا وحكاية ماله وصولجان، لا لا، غزوت لكي ترفع كلمة الله، أعلى كلمة ترفع هي كلمة الله، هذه هي الغزوات. مش قالوا طريقة العرب، هذا يغزو هذا وهذا يقتل هذا وهذا يستحل عرض هذا ولو ما جرت بكم ويقتل هذا ولا يبالي، مش يقتل نفس لا يعرف عليها لا ولا ولا اخرها ولا برة ولا جالة ولا ولا، وباقي العربي كربي ما يهمه شنو يصدر عنه. هاو الآن كلهم يديهم ملطخة مع بني صهيون والكنائس، وبرك الكلب الأمريكي وكالكلب الروسي وغيره وغيره كلهم، واليابان حتى ألمانيا عندنا معاك حساب. نارت اللي بداتك الحياة تدب في الأمة، وبعض الناس ما أنا اجتهدوا قالوا احنا لها الثورة في هذا الزمان البغيض، نحن لها، كنتم انتم مشاركين في إغراق أسيادكم يا كلاب، وإن اجتهدوا ولم يصيبوا فلهم أجر واحد يا كلاب، احنا بينا وبينكم ما لا موعد إن شاء الله تعالى يا كلاب. ألا لعنة الله على الكلاب من أولهم إلى آخرهم، والسلام على أهل الإسلام الذي حماهم الله من أي صفة من صفات الكلاب.